السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنى لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا الطريقه ديال التحضير ديال واحد لابريوش سهله وبسيطه، مكوناتها متوفره في كل بيت. غادي نحتاجوا ليها على بركه الله 450 غرام ديال الدقيق الابيض، غادي نحتاجوا المعلقه صغيره ديال الملحه، غادي نحتاجوا 50 غرام ديال السكر سنيده، وجوج ديال لي ساشي ديال سكر بنكهه الفانيلا، 100 غرام اولا 10 سنتيلتر ديال الحليب، معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، جوج بيضات، و 200 غرام ديال الكريمه. بالنسبه للكريمه هنا هي اللي كتعوض لينا الماده الدسمه في هاد لابغيوش. دونك اول حاجه غادي نديرو هي اننا غادي نخويو هذيك الخميره على الحليب. الحليب ضروري يكون دافي باش هكا دغيا تفاعل لينا الخميره معاه وتخمر لينا. وبالنسبه للملحه غادي نديرها مباشره على الدقيق في لاكوف، وهذوك لي دو ساشي ديال لافاني غادي نفرغهم على السكر، وغادي نحط كلشي دو كوتي حتى تفاعل ليا الخميره، وعاد باش نتلاقاو باش نضيفها على المكونات الاخرى. من بعد ما كتفاعل ليا الخميره بهذا الشكل هذا، غادي ندوزو باش نديرو جميع المكونات في لاكوف باش نعجنو لابغيوش ديالنا. دونك اول حاجه كنبدا بها هي السكر اللي مخلط مع الفاني، وغادي ندير واحد الحفره في الوسط غادي نفرغ فيها الخميره من بعد ما تفاعلت، غادي نضيف الكريمه. الكريمه كيف ما قلت لكم هنا هي اللي كتعوض لينا الماده الدهنيه اللي كتغني لينا لابغيوش وكيجي المذاق ديالها زوين. فالكريمه طبعا تكون على الاقل 30% ديال لا ماتيغ غراس باش نحصلوا على نتيجه جيده. وغادي نعجن الكل فقط بهاد لافوي، ما غاديش نحتاج الكروشي. هذا هو العجين اللي كنحصلوا عليه من بعد ما كنعجنوا العجينه ديالنا تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه كنبقاو كنخدموها بهذاك هذيك لافوي حتى كتولي بهاد القوام هذا. ومن بعد غادي نغبر لو بلون اولا البلاصه اللي غادي نحط فيها العجينه ديالي باش تخمر. انا غادي نحطها غير على لو بلون دو طرافاي، ممكن انكم تخليوها في لاكوف اولا تحولوها لشي سالادي. فغبرت لو بلون دو طرافاي ديالي وحطيت فيه هذيك العجينه، وغادي نغطيه انا غادي نغطيه بواحد لو ريسيبيون، وغادي نخليه تقريبا المده ديال ساعتين اولا 3 ديال السوايع. غادي العمليه غادي تاخذ لنا شويه ديال الوقت في الاختمار، ولكن هذه هي اهم ايطاب، فضروري جدا ان لابغيوش ديالنا تخمر مزيان باش نقدروا نحصلوا على نتيجه جيده. النتيجه اللي خصنا نحصلوا عليها من بعد ما كتخمر لينا العجينه ديالنا كتولي بهذا الشكل هذا، غادي نحاولوا اننا نجمعوها ما نبركوش عليها بزاف، ماشي ضروري اننا نديكازيوها كومبليتمون. فغادي نجمعوها بحال الشكل ديال ان بودا، وغادي نقسمها على 3 ديال الحصص متساويه. العجين ديالي فغادي نروليه بهذا الشكل هذا، اولا غادي نشكلو على شكل ان بودا. نفس العمليه غادي نديرها بالنسبه للحصص بثلاثه ديال العجين. لي بودان ديالي غادي ندوز باش نصوب انتريس اولا دافيره
بالطريقة اللي غادي تكون موضحة عندكم في لا فيديو. بعد ما كنكمل لاطريس كناخذ مولي مدهون من قبل بالزبده ومرشوش بالطحين، وغادي نحط فيه العجين ديالي. نحاول انني نجمع هذوك الجوانب بواحد الشكل يكون متناسق، باش هكا ملي طيب لابغيوش يجي الشكل ديالها زوين. بعد ما قديتها في المول غادي نغطيها ونخليها تختمر لي المرة الثانية. تقريبا غادي تاخد معايا واحد 40 حتى 45 دقيقة. من بعد ما كتختمر معايا لابغيوش لي المرة الثانية، خديت قليل ديال الكريمة الخاصة بالطبخ، وغادي نباديجوني الوجه ديال لابغيوش بالطريقة اللي موضحة في لا فيديو قبل ما ندخلها كطيب. هاد الطريقة هادي يعني ما غاديش نستعمل البيض، غنستعمل فقط الكريمه، فالكريمه لانها غنيه بالماده الدسمه غادي تعطيها واحد لا دوغور زوينه، وما غاديش نحتاج انني نستعمل البيض نهائيا. وكلمسه اختياريه، ف ممكن اننا نزينوها بالقليل ديال لي زاموند كونكاسي او هذاك لو سكر بيرلي. انا بالنسبه ليا لو سكر بيرلي ما عنديش، غادي نكتفي بالقليل ديال لي زاموند كونكاسي، وغادي ندير شويه ديال الحبيبات ديال الشوكولا. الا كانوا عندكم دي بيبي دو شوكولا كيجي الشكل ديالهم احسن، انا بالنسبه ليا عندي غير هاد لي باستي ديال الشكلاط، فغادي نعوضهم اولا هما اللي غادي نستعمل في بلاصه ديال لي بيبي شوكولا. دونك غادي نكمل التزيين ديالي. في هذا الاثناء الفران راهو يعني كيسخن، مني غادي نسالي غادي ندخل المول ديالي الفران، كياخذ تقريبا بين 40 و 45 دقيقه درجه حراره متوسطه حتى تحمر لابغيوش ونطلقها. هذه هي لابغيوش ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، خدات معايا 45 دقيقه. فخمسة دقائق الاخيره كنشعل عليها لاغري من الفوق باش كتحمر من الوجه، وكيجي الشكل ديالها بحال هكا. دونك غنخليها حتى تبرد واحد شويه عاده باش نطلقها وباش نقطعوها من الوسط ونشوفوا الشكل ديالها في طبق التقديم. وكانت هذه هي لابغيوش ديالي من بعد ما فقدات من الحراره ديالها، فديموليتها وحطيتها باش نقدمها، وجدتها بوغ لو غوتي. كتجي بهاد الارتفاع هذا، راه ما شاء الله سان بغيوش لي فاميليال. بالنسبه لي انا كيدوز عندي تقريبا واحد 3 جوغ في الدار. مهم جدا اننا نعرفوا بان لي بغيوش راه مني كيباتوا عاد باش كيصبحوا زوينين. دونك انا قدمت منها بوغ لو غوتي، وفي الصباح راه كنقطع دي مورسو كنسخنهم هكا غير في الميكرووند، ولا ندخلهم الفران اللي سخون ونخرجوهم، فكيخرجوا طريين بحال الا عاد طيبناها. هذا هو الشكل ديالها من الوسط، كيجي بحال هكا فريمون اسفنجيه، وكتجي مهويه. نقدموها بصحه والراحه مع دو فروماج ولا شويه لا كونفيتور ولا لا باتا تارتيني، كل واحد غادي يقدمها كيف ما كيحب. فكره بغيت نبارطاجيها معكم، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. فهذه هي النهايه ديال لا فيديو ديال اليوم، غادي نخليكم مع بعض الصور النهائيه. الى فيديو مقبله بحول الله.